أهلا بكم. لماذا تخنق الحكومة في العراق الشعب بعدم توفير الكهرباء؟ هل الأمر لهذه الدرجة من الصعوبة في بلد يطفو على بحر من النفط؟ هل تستهزئ الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بالشعب العراقي الذي وصلت به درجة الغليان إلى الثورة ضد كل ما يمت لنظام المحاصصة بصلة؟ فمنذ 18 سنة وأزمة الكهرباء تخنق العراقيين خنقاً يتفاقم عاماً بعد عام، بالإضافة إلى أزمات أخرى متلاحقة اقتصادية وأمنية وغيرها، فدرجات الحرارة وصلت في الصيف إلى 50 درجة مئوية في الظل. من المستفيد من عدم توفير الكهرباء للعراقيين؟ يرى محللون أن إيران تقف خلف كل أزمة في العراق، واستثمرت أزمة الكهرباء وجعلتها مصدراً للأموال في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. فبحسب أحد النواب السابقين في العراق، فإن الحكومة رفضت عرضاً من شركة ألمانية ببناء محطة كهربائية بمبلغ 200 مليون دولار، في حين وافقت لاحقاً على إبرام عقد مع طهران من أجل شراء الغاز بمبلغ 900 مليون دولار، في حين أن مصادر في وزارة الكهرباء تتحدث عن أن التجهيز الإيراني لم يكن ضرورياً بل كان على شكل خدمة تقدمها الحكومة لدعم الاقتصاد الإيراني. نقف مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على أسباب انهيار منظومة الطاقة الكهربائية وتداعياتها على الواقع العراقي. كونوا معنا. منذ 18 عاماً وأزمة الكهرباء في العراق تتفاقم يوماً بعد آخر، لتتفاقم معها معاناة العراقيين في ظل أزمات أمنية واقتصادية، في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية. استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش المتهم بالفساد لم تغير شيئاً في حل الأزمة، في حين وصفها مراقبون بالمناورة الحكومية التي تخضع لإرادة سياسية لا وطنية، وتؤكد إخفاق الحكومات رغم تخصيص نحو 90 مليار دولار لوزارات الكهرباء منذ عام 2003 من دون أي نتائج ملموسة في قطاع الكهرباء بسبب الفساد المستشري وخضوع الحكومات المتعاقبة للأجندات الخارجية. إيران التي تقف خلف كل أزمة في العراق استثمرت أزمة الكهرباء وجعلتها مصدراً للأموال في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مع أن التجهيز الإيراني لم يكن ضرورياً بل كان على شكل خدمة تقدمها الحكومة لدعم الاقتصاد الإيراني بحسب مصادر في وزارة الكهرباء. فقد رفضت الحكومة عرضاً من إحدى الشركات الأوروبية ببناء محطة كهربائية متكاملة بمبلغ 200 مليون دولار، في حين وافقت لاحقاً على إبرام عقد من طهران بشراء الغاز بمبلغ 900 مليون دولار وفقاً للنائب السابق وائل عبد اللطيف. رادت شركة CMC 200 مليون على 3 سنوات، يعني مو دفعة واحدة، 200 مليون. انطونا 200 مليون يا الحكومة العراقية حتى احنا نكمل محطة قوامها 1200 ميجا. يروحون يجيبون 1200 ميجا من إيران ويدفعون 900 مليون دولار. هاي خيانة. أسباب أزمة الكهرباء وحلولها ضاعت في ظل تراشق التهم بين شركاء العملية السياسية، إذ أعلنت لجنة الطاقة النيابية أن أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار منظومة الطاقة الكهربائية والاعتماد على الغاز المستورد من نيران وإهمال المصافي واستهداف أبراج نقل الطاقة من بعض الجهات السياسية، وأن وزارة الكهرباء لم تضع خطة استراتيجية حقيقية تعمل على تحسين الطاقة، في حين وصفت لجنة النزاهة النيابية ما يحصل في وزارة الكهرباء من إطفاء كامل للمنظومة بالمؤامرة الكبيرة وبسابقة خطيرة ستمتد إلى باقي الوزارات المهمة إذا لم توجد لها حلول سريعة. في حين حملت لجنة الأمن والدفاع تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة المسؤولية عن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية، وأنها تجري في مناطق خالية من وجود أفراد داعش، وأن الأعمال التخريبية يقوم بها تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة الكهربائية الأهلية. أزمة الكهرباء أجدت الشارع العراقي بالخروج في تظاهرات بعدد من المحافظات أمام دوائر الكهرباء،
في مشهد يجسد معاناة العراقيين الذين أدخلتهم الحكومات المتعاقبة في أزمات لا تنتهي وملفات مرهونة بجهات خارجية وضغوط إقليمية. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله. وأيضا ضيفي عبر سكايب من اسطنبول المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء الأستاذ سحبان فيصل محجوب. أستاذ سحبان مرحبا بك. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، يعني منذ 18 سنة وأزمة الكهرباء تتفاقم تخنق العراقيين عاما بعد عام، لا حلول لهذه الأزمة، كل من يأتي إلى رئاسة الحكومة في العراق يتحدث عن أنه ورث هذه الأزمات ولا يمكن له تقديم أي حلول. كيف تنظر إلى هذه الأزمة، أزمة الطاقة الكهربائية التي تخنق العراقيين في لهيب الصيف؟ والله يا دكتور سمير، يعني أنا أرى أن هذه الحكومات التي بعد عام 2003 ينطبق عليها القول بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي فإن هذه الحكومات لا تمتلك خطط استراتيجية، لا تمتلك يعني خطط خمسية كما هو معمول في دول العالم، وبالتالي تقود البلد من فوضى إلى فوضى، ليس في القطاع الكهربائي فقط إنما في قطاعات أخرى خدمية تمس حياة المواطن. بالطبع هو قطاع الطاقة الكهربائية هو عصب كل قطاعات. بالتأكيد سيؤثر على القطاعات الأخرى سواء منها الصناعية والزراعية، بل حتى يعني الموضوع التعليمي وغيرها من الأمور سيؤثر عليها القطاع الكهرباء. وتجد أن يعني الكاظمي حاليا حينما يعني يوفر علينا الأسئلة هو يسأل نفسه ويجيب إجاباته، يقول لماذا الحكومات العراقية لم يعني منذ 2003 ولحد الآن لم تجد خطط ناجحة لهذا الأمر، وهو يقصد بذلك بأن هذه الفوضى التي تعم القطاع الكهربائي قد ورثها من الحكومة السابقة. وبنفس الوقت كان حكومة عادل عبد المهدي تقول ورثنا هذا الأمر من الحكومة السابقة التي هي حكومة عادل عبد المهدي. وعادل عبد المهدي، هل تجد أن هذه المبررات لها صحة ومصداقية، وخاصة أن هناك نواب سابقين يتحدثون عن أن الحكومة رفضت عقدا لشركة ألمانية بقيمة 200 مليون دولار لإقامة محطة كهربائية متكاملة في العراق، في حين هو يرفض هذا العقد ويبرم عقد آخر لشراء الغاز من إيران. أنا يعني أعتقد يتحدث عن يعني توريث أزمة، في حين هو بيده ممكن أن يكون هناك عقود جديدة. يعني هذه الأنظمة بهذه العملية التي تتحدث عنها حضرتك هم يضربون عصفورين بحجر واحد. أولها أنه يفتحون بابا كبيرا للفساد ولاستنزاف الأموال العراقية، والأمر الثاني هو محاولة فائدة الجانب الإيراني من المال العام العراقي. وإلا ما هو السبب الذي يجعل يعني كما وصف القاضي يقول هذه خيانة، ترتقي إلى مستوى الخيانة أنه تجعل هناك تأخذ خيار يصل إلى ما مقداره المليار دولار بدلا من أن تبني محطة هي يعني بمعنى خمس المبلغ، يعني 200 مليون دولار ممكن توفر لك كهرباء بنفس القدر اللي تستورده. وحينما يعني تنشئ محطة يعني معناها تنشئ بنية تحتية للبلد، هذه سوف تستمر لسنوات عديدة. لذلك يعني هذه القيادات السياسية منذ 2003 وحتى الآن هي لا تتصف بمعايير وطنية، بل هي كل أعمالها ترتقي إلى مستوى الخيانة. يعني هذا الأمر لا يمكن وصفه على أنه تخبط. لا بالعكس، أنا أعتقد أنه ليس من قلة التخطيط أو من ضعف الكفاءات، العراق مليء بالكفاءات، إنما هذا الأمر يرتقي إلى مستوى الخيانة. تحطيم هذا البلد وتحطيم بناه التحتية هو أمر متقصد ممنهج لفائدة الدولة الجارة إيران، وإلا لا يوجد أي تفسير لهذه التخبط الذي موجود في القطاع الكهربائي. لا يوجد أي سبب
يجعل أنه طيلة 18 سنة لا نستطيع أن نصلح هذا القطاع، بالرغم أنه الحلول التي يطرحها المختصون هي حلول بسيطة ويمكن إنجازها بظرف وقت قصير، ومع ذلك هم لا يختارون مثل هكذا. لنقف على الأزمات، الأزمة الحقيقية والأسباب الحقيقية لعدم توفير الطاقة الكهربائية في العراق، وأرحب بضيفي عبر سكايب المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء الأستاذ سحبان فيصل محجوب. أستاذ سحبان مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. ما هي الأسباب الحقيقية لعدم توفير الحكومة؟ الحكومات في العراق منذ عام 2003 لم تستطع توفير الكهرباء للشعب العراقي. العراق يعني يطفو على بحر من النفط. هل هذا استهزاء بالشعب العراقي أم هي خيانة أم ماذا؟ كيف يعني لنوصفها من الناحية الفنية؟ مثل ما تحدث الأستاذ نظير، يعني العراق لا يشكو من قلة في عقوله أو قلة في إمكانياته، ولكن هون ضعنا على الأسباب الحقيقية من الناحية المهنية والفنية. شكرا جزيلا. أهلا بك. مشكلة الكهرباء ليست وليدة 2003 وبعد 2003، بعد انهيار المنظومة الكهربائية أثر العدوان الأمريكي على العراق فيما يسمى في حرب الخليج الثانية سنة 91 عام 1991، نعم، دمرت المنظومة الكهربائية بالكامل، دمرت ب 250 غارة جوية وصاروخية. كانت تفتح المؤسسة في عام 1990 بحدود 11,000 ميجا وات. قدرت الأضرار التي لحقت بمكونات المنظومة الكهربائية الوطنية العراقية بحدود 90% من مكونات الشبكة الكامل، شملت منظومة التوليد والتحويل والنقل حتى المخازن وشبكات التوزيع لم تسلم من هذا الاعتداء. المشكلة بدأت منذ عام 1991 بعد الاعتداء على العراق مثل ما أسلمنا في حرب الخليج الثانية. لا مجال لذكر فعاليات الإعمار وكيف استطاع العراقيون من العاملين في قطاع الكهرباء والجهات الساندة من مؤسسات الدولة المختلفة بحملة إعمار شاملة، استطاعوا خلال سنتين فقط من إعادة 8000 ميجا وات من السعة المؤسسة اللي قلنا هي كانت بحدود 11,000 ميجا وات. خلال شهرين فقط استطاع المجاهدون من تغذية بعض المناطق من العراق وكذلك المرافق الحيوية اللي تخص حياة المواطن. بقى هناك نقص في الإنتاج بعد العدوان 91، واستمر هذا النقص والتعثر في خدمة تجهيز الكهرباء إلى عام 2003 عام الاحتلال الأمريكي. نتيجة الحصار الاقتصادي. طيلت الحصار الاقتصادي منذ عام 1991 إلى عام 2003 كانت هناك مشكلة في الكهرباء وكان لا ما يبررها، وكنا عن المتكلم نخرج على الإعلام ونبرر تعثر خدمة الكهرباء بسبب إجراءات الحصار الاقتصادي. أنت تعلم أن اللجنة التي نسميها لجنة العقوبات 661 سيئة الصيت لا تسمح باستيراد أي مواد حاكمة لإعمار أو لترميم المنظومة الكهربائية، فكانت تقف مواقف جدا قاسية تجاه تأمين متطلبات تشغيل المنظومة الكهربائية بالشكل السليم. نعم كنا نعتمد على بدائل وكنا نعتمد على بعض فرق التهريب لإيصال بعض المواد
ولكن عجزنا على إصلاح المنظومة الكهربائية بالكامل نتيجة لإجراءات الحصار كما قلت، وكذلك عدم توفر الموارد المالية. أما بعد 2003 وبعد إلغاء أو رفع إجراءات فرض الحصار الاقتصادي وتوفر السيولة المالية، وكما تم تناولها في التقرير أنه تم توفير بحدود 90 مليار دولار لقطاع الكهرباء، وكذلك لا يوجد إجراءات مثل الإجراءات التي كان يعانيها قطاع الكهرباء قبل عام الاحتلال 2003، فما هي مبررات المعنيين أو الحكومة أو السلطة لفشلهم على فشلهم في إعمار وتوفير خدمة كهرباء مستقرة ومستمرة ودائمة؟ إذن هناك الكثير من علامات الاستفهام يشار له، لماذا هذا التخلف في قطاع الكهرباء ولم تستطع السلطة من توفير الكهرباء المستقرة للمواطن العراقي؟ هناك كثير من الأسباب. المنظومة الكهربائية كما يطلق عليها منظومة ونظام لا تعمل إلا بوجود نظام متكامل، وهناك أسس لعمل المنظومة الكهربائية، والأسس كثيرة لا مجال لبحثها الآن في هذا اللقاء المتلفز، ولكني أقول غياب التخطيط التشويه الحاصل في المنظومة الكهربائية من ناحية توزيع مصادر التوليد، وهذا أيضا تابع لسوء التخطيط والإدارة الحكيمة ذات المهارة التي تتطلبها تشغيل المنظومة الكهربائية بالشكل السليم. كما هناك يعني أنا يمكن عندي نقطة خلاف ما طرحها ضيفك المحترم، أنه في العراق كفاءات وإمكانيات بشرية. لا، تم إبعاد كافة الكفاءات الوطنية النزيهة تحت خطوات عديدة، منها الاجتفاف والعزل والتهديد، ووصل إلى حد الاغتيال. هناك ملاكات من قطاع الكهرباء كانت تعمل في هيئة الكهرباء تعرضت إلى الاغتيال، وهناك من تعرض إلى التهديد، وهناك من تعرض للإبعاد. كما أن نظام المحاسبة أتى بعناصر تنقصها المعرفة أو شيئا من المعرفة عن فلسفة صناعة الكهرباء. فالمحاصصة وإبعاد الملاكات المعرفة عن حق العمل أدى ما أدى إلى انهيار المنظومة الكهربائية قبل أيام، والتي لم تشهد انهيار منذ عام 1991 إلى قبل ثلاث أيام، وهذا هو تراكم لكافة الانحرافات التي أشرت إليها. نعم أستاذ، سأعود إليك مرة أخرى، أبقى معي لو سمحت. أستاذ نظير، أكثر من 90 مليار دولار لوزارة الكهرباء خصصت من عام 2003. تحدث الأستاذ سحبان قبل قليل عن أن هناك غياب في التخطيط، هناك سوء في الإدارة، وهناك فساد، وهناك الكثير، وهناك تهديد لكل العناصر المهنية ولكل المهندسين ولكل العقول، تهديد بالقتل، وهناك أيضا يعني الكثير من التضييقات عليهم وفق متطلبات نظام المحاصصة القائم على الفساد. هذه الأموال 90 مليار دولار، يعني هل هذا يعني هذا الرقم رقم صعب جدا؟ يعني بإمكان أن يبني محطات توليد الطاقة الكهربائية في جميع الدول العربية بما يحقق الاكتفاء الذاتي لها، أين تذهب هذه الأموال؟ يعني من الواضح بأن هذه المبالغ هي لم تصرف على قطاع الكهرباء ولا على بناء تحتية، إنما هي يعني باب واسع للفساد ولتوزيع الأموال عبر شبكات مافيا من خلال هذا القطاع.
يعني يجب أن تكون هناك أسباب للسرقة، وهذه الأسباب جعلوها من خلال العقود الوهمية ومن خلال عمليات الصيانة الوهمية للقطاع الكهربائي. الأمر الآخر فقط أنا كنت أود أشير، أنا يعني أصر على أن العراقيين لديهم الكفاءات الكافية لإعادة القطاع الكهربائي إلى ما كان يعني في السابق، لولا يعني سابقا كان هناك حصار لذلك لم يصل إلى مستواه العالي. ونحن نتفق يعني مع ضيفك الكريم بأن عمليات الاشتباك، نعم هي مثل ما ذكر ضيفك الكريم بأنه عمليات الاشتثاث وعمليات المحاصصة، وأنه هذا بعثي وهذا تابع النظام السابق وهذا كذا وهذا كذا، وبالتالي تم تسريح كل هؤلاء وجلب أشخاص ليس لديهم الكفاءة وليس لديهم أيضا حتى الوازع الديني. وأنا أؤكد على هذا الموضوع، حينما تضع موظفا في مكان ما ولا يمتلك وازعا دينيا أو وازعا وطنيا وأخلاقيا يجعله مفتوحا أمام جميع الخيارات، واللي هي أهمها السرقة والفساد، ويعتقد أن هذا المال مال سائب وهو أحق بسرقة من غيره. هكذا يدور الأمر في جميع دوائر الدولة وليس فقط في القطاع الكهربائي. لكن يعني أنا أقول هذه الأموال التي تصرف كان من الممكن أن تجعل القطاع الكهربائي أفضل ما يكون وأفضل ما موجود في الدول العربية. لكن أنا يعني الذي أستغربه والذي يعني يثير الضحك واستهزاء الجماهير العراقية، حينما يخرج رئيس الوزراء اللي هو الكاظمي يقول لماذا بعد 18 سنة لم نفكر في موضوع المحطات النووية لتوليد الكهرباء. من الذي عليه يفكر؟ يعني الجيران هو؟ لا، أنا فقط أقول الحكومة التي عجزت عن استغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط العراقي، هل تستطيع أن تنشئ محطات نووية؟ هذه نقطة مهمة طبعا. نعم، يعني أنا يعني أستغرب من هذا الكلام، وكأنما يتكلم ونحن لدينا القدرة على إنشاء محطات نووية. يعني استر علينا يا كاظم، يعني لا تفوتنا بمجال ممكن يفتح علينا أبواب أخرى. أنا أقصد يجب الحكومات أن تتعامل بشكل واقعي وتستفيد من مواردها، بدلا من أن تستوردوا محطات توليد كهرباء على الغاز وأنتم ليس لديكم القدرة على الاستفادة من الغاز أو استغلال الغاز الذي في أرضنا لتوليد مثل المحطات. يعني أنتم لم تساوي النظام السابق الذي كان يولد الكهرباء من النفط الأسود اللي هو من مخلفات النفط، كان يستطيع أن يولد الكهرباء ويمد الشعب في الطاقة الكهربائية. يعني هذا الكلام هم يستهزئون به على الجماهير، أنا يعني مستغرب. يعني الكاظمي وضعنا نحن كمحللين سياسيين أو من هم يتكلمون باسم الرأي العام العراقي عن الفضحة، هو يفضح نفسه يقول لماذا لم نفكر في هذا الخيار، لماذا لم نربط نفكر بربط الكهرباء بالمنظومة العربية. هذا السؤال لمن توجه؟ توجه الشعب أم توجه نفسك؟ أثرت نقطة مهمة دعني أتحول بها الأستاذ سحبان. نعم. أستاذ سحبان، يعني بحسب الكثير من التقارير ولعلك أيضا مطلع عليها أيضا، أن العراق أكثر دولة على مستوى العالم يحرق الغاز، يعني هذا الغاز المصاحب الذي يسمى بالغاز المصاحب، يعني بحيث أنه يحرق كمية تساوي نفس الكمية التي يستوردها من إيران. يعني أين العالم مما يجري؟ العالم الذي يتحدث عن البيئة وضرورة الحفاظ على البيئة وتلوث البيئة، يعني لماذا العراق يعيش في كوكب أو يعني ربما في كوكب آخر غير الأرض؟ يعني كل شيء في العراق مختلف عن العالم. نعم، يعني موضوع استغلال الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال تشغيل المحطات الغازية والحرارية موضوع يتعلق بعقد الإذعان أو عقد الابتزاز الذي وقعه الجانب الإيراني مع سلطة بغداد. هناك 6000 ميجاوات تقريبا من مكائن محطات التوليد في المنظومة العراقية يعتمد تشغيلها على ما مستورد من الغاز الإيراني وبأسعار تفرض من جانب إيران.
وليس هذا فقط، فهناك استيراد الكهرباء عبر خطوط 132 خطوط، أربعة خطوط من المناطق الحدودية المحالية لإيران لتجهيز موقعي مناطقي استيراد فقط وليس تبادل، وبحدود 1000 إلى 1200 ميجاوات، وبأسعار خيالية خارج نطاق الأسعار السائدة عالميا في دبال الطاقة. إذن موضوع عدم استغلال الغاز مرتبط بعقود تجهيز الغاز من إيران. نحن لماذا نذهب إلى الغاز المصاحب؟ هناك الكثير من آبار غاز الحر الذي نستطيع استغلاله عبر محطات عزل الغاز وعبر محطات تنقية لتشغيل محطاتنا الكهربائية. إذن الموضوع مرتبط بأجندة سياسية مالية تجارية تجبر العراق على أن يستمر في اعتماده على الجانب الإيراني بتوفير جزء من حاجته للطاقة الكهربائية. وأضيف على ذلك، الإحصاءات تقول هناك مليارين دولار سنويا يذهب إلى إيران كسداد بفاتورة تجهيز الغاز والكهرباء. مليارين دولار تعني في علم سوق الكهرباء إمكانية إنشاء محطة بقدرة 2000 ميجاوات سنويا، وهذه المحطة متكاملة من كافة الجوانب والبنى التحتية ومع شبكة الكهربائية لتضيف قدرة كهربائية جديدة إلى المنظومة الوطنية. ولو حسبنا كم سنة نحن نستورد الغاز والكهرباء وبمعدل مليارين دولار سنويا إلى هذا اليوم، لكنا قد أنشأنا بما يقارب 20,000 ميجاوات، وهو حاجة العراق الحالية تقريبا من الطاقة الكهربائية. يعني مليارين دولار سنويا. أستاذ سحبان، أيضا يعني العراق بحسب تصريح للكاظمي شيد محطات لتوليد الطاقة الغازية من بعد الاحتلال، من بعد 2003. إذا شيدها، لماذا لا يستطيع توفير الغاز لها مع عدم وجود خطة موازية لإنتاج الغاز وخطة لتنويع مصادر استيراد الغاز؟ هنا يعني من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم عن تشييد عشرات المحطات وإهدار الأموال بهذا الشكل؟ هل الأمر متعلق أيضا بالمصلحة الإيرانية والاستفادة الإيرانية منها؟ هذا جانب أساسي. مصلحة إيران تقتضي أن يبقى العراق معتمدا على استيراد جزء من حاجته من الغاز كوقود لتشغيل المحطات. هنا ما دمت قد عرجت على بعض التصريحات الإعلامية، مشكلة من الآن بدأت تتضاعف. كثير من الشخصيات السياسية لمآرب مختلفة ومآرب غير نزيهة اعتمدت أن تلبس ثوب عالم الكهرباء أديسون وتظهر بتصريحات وفتاوى على كثير من الشاشات القنوات الفضائية وتفتي وتبرر وتضع معالجات ما أنزل الله بها شيئا سلطان. إذن الكثير من ما اعتمد أن يستغل مشكلة الكهرباء كحركة سياسية يعتقدها بالشكل تجاه مصالحه ومصالح حزبه. إذن كثير من التشويهات وكثير من حرف البوصلة كما يجب كانت على يد
الكثير من المنظرين الذين هم لا يفقهون شيئا وليس لديهم معرفة بشؤون صناعة الكهرباء. نعم نعم، ابقى معي ايضا استاذ سحبان، سعود اليكم مره اخرى. استاذ نظير، النائب جاسم الجباره يتحدث عن ان ابراج الكهرباء تستهدف او تتعرض لعشرات العمليات التخريبيه. سلطه الاحزاب تتحدث اعلاميا بان من يقوم باستهداف ابراج الطاقه هم عناصر داعش، في حين ان من مصادر من داخل المنطقه يعني تقول ليس هناك اي وجود لهذه العناصر. ترى يعني الكثير من علامات الاستفهام والشكوك تدور حول التجار الذين يزودون المولدات الأهلية بالوقود، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل ترى أن له علاقة بجهات لها جهات سياسية لها مصالح معينة؟ نعم، يعني المشكلة في العراق، مشكلة الكهرباء في العراق هي لا تتعلق في كمية توليد الكهرباء والمحطات التي تولد الكهرباء، إنما مشكلة أخرى هي في توزيع الكهرباء، يعني شبكات التوزيع. ويقول أحد المختصين بأنه 40% من الكمية المتولدة من الكهرباء هي تضيع خلال هذه الشبكات، إما من خلال السرقة أو من خلال هذه القطوعات. والقطوعات يعني على رأي أحد النواب، يعني هذا الكلام ما جابه من جيبي يعني، ولا أنه كوني معارض لهذا النظام أنا أتبلى عليه، لا، أحد النواب اللي في البرلمان نائب عن أحد كتلة تحالف القوى يقول بأن استهداف الأبراج وقطع الشبكات توزيع الكهرباء هي عمل ممنهج، يعني ليس عمل عشوائي ولا عمل تخريبي هنا وهناك، لا، هو ممنهج، يعني بدليل أنه خلال الفترة الأخيرة 61 برج تم تفجيره داخل المنظومة الشبكة في العراق. أنا أعتقد، وليس أعتقد، أكاد أجزم بأن عملية تخريب شبكة توزيع الكهرباء هي لها بعد سياسي، لها بعد لمصالح دولة أخرى. تحطيم هذا الشبكة سيجعل هناك حاجة كبيرة لاستيراد الكهرباء، سيجعل أن البنية التحتية للكهرباء في العراق في يعني تهديم مستمر. طيب، طيب، سؤال هنا، يعني إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة يعني جعل إيران تستفيد لتغطي على أثر العقوبات الاقتصادية عليها، هنا يعني الموقف الأمريكي الذي مثل ما تحدث الأستاذ سحبان قال أنه منذ سنة 91 استهدفت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق وعانت إلى اللحظة، إلى اللحظة هي تعاني رغم أن هناك جهود في زمن الحصار جبارة أعادت جزءا كبيرا منها، صح، ربما 80%. ولكن هنا الموقف الدولي الأمريكي تحديدا من عملية استفادة إيران من الطاقة أو من الغاز الذي يستورده العراق، يعني هناك استفادة لصالح إيران، صح، كيف تنظر إلى الموقف الأمريكي الذي يعني دائما إعلاميا يظهر بأنه الضاغط على إيران اقتصاديا؟ يعني المشكلة أنه الولايات المتحدة لم تكن معانا لا في عهد النظام السابق ولا حتى في عهد النظام الذي هي جلبته. عهد النظام السابق كانت تقول أنه هو يعني تحدي خطير عليها ويمثل تهديدا لإسرائيل، أما النظام الذي هي من أسسته بعد 2003 الآن تتهمه بالولاء إلى إيران، وأن يعني قدرته وتمكنه من العراق سيكون مضرا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، وبذلك هي لا تدعم أي مشاريع للنهوض في هذا البلد، وبالتالي لا نعرف ماذا تريد الولايات المتحدة. هي الآن في طور توقيع معاهدة نووية جديدة مع إيران، ومما يتيح بعد توقيع هذه المعاهدة إطلاق اليد الإيرانية في العراق أو غير العراق، وبالتالي لا نعرف، يعني حتى باقي الدول لا تستطيع أن تخطي أي خطوة باتجاه العراق بسبب أن وضع اليد الأمريكية على العراق. فأقول أن يعني لو الشعب العراقي ينتظر شيئا من الولايات المتحدة وغيرها لن يصل إلى نتيجة. الشعب العراقي يجب أن يفرض أجندته هو على الآخرين حينما يثور وحينما يقود ثورته ويحقق مطالبه بالقوة، هو هذا الخيار الوحيد الذي سيعيد العراق إلى سابق عهده وإلى قوته. وإلا يعني لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا دول الجوار ولا أي بلد آخر
يريد من العراق أن يرجع إلى مكانته وإلى قوته. الجميع لديهم مصلحة في تحطيم هذا البلد، الجميع لديهم مصلحة في جعل العراق مستوردا لكل شيء، من الطاقة الكهربائية إلى المواد الغذائية إلى الصناعات وإلى كل شيء. يعني ربما في الدول الغرب أو الدول المتطورة ترى أن الطاقة الكهربائية أو التيار الكهربائي لو انقطع ربما لدقيقة دقيقتين تحدث مشكلة، تستقيل يعني وزراء يستقيلون. لا، احنا الأمر وصل إلى مرحلة بأنه هذا النظام السياسي يعتقد بأن هذا الشعب العراقي لا يستحق مثل هذه المظاهر الحضارية والتي هي ستكون سببا في تطوير المجتمع العراقي، لذلك هم لا يعتقدون بأن هذا المجتمع يستاهل. هل ترى أن الحكومة تحترم شعبها، أو عفوا ليس شعبها، هل تحترم الشعب العراقي؟ هي 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 تقول بأن يعني هم صرحاء مع أنفسهم، هم جاءوا بقوة الاحتلال الأمريكي واستمراريتهم في الحكم في هذا يعني على العراق وتسلطهم على رقاب العراقيين هي بقوة النظام الإيراني، وبالتالي هم لا يعني ليسوا مدينين بفضل للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي لم يأتي بهؤلاء الحثالات أو السياسيين، هو رفضهم وخرج بثورة، رفضهم وفي حالة رفض مستمرة، لذلك كأنما هناك حالة عداء ما بين هؤلاء السياسيين ومواليهم وبين الشعب العراقي. ويعني ثق يا أخي الكريم، لو رفع يعني لنفترض جدلا، لو رفعت إيران يدها والولايات المتحدة يدها عن العراق، لوجدها هؤلاء السياسيين يتقاطرون على المطارات هربا من انتقام الشعب العراقي. هذا ما يحدث الآن في أفغانستان وما حدث في فيتنام، حينما ترك الاحتلال تلك البلدان بدأ يتقاطرون العملاء على المطارات وعلى المعابر الحدودية هربا من انتقام الشعب العراقي، وهذا ممكن يحدث في العراق لو تخلى الاحتلال عن البلد. لكن أعود وأقول هذين الاحتلالين ليس في نيتهما ترك العراق، وبالتالي على الشعب العراقي أن يفرض هذا الحل على دولتي الاحتلال سواء الولايات المتحدة أو إيران، ويفرض حله بالقوة وبالثورة. إذن هناك يعني إرادة دولية بإبقاء العراق في حالة شلل تام بجميع قطاعات الإنتاج. وأقولها لك بصراحة، هذا الوضع الحالي سوف يستمر لسنوات عديدة إذا لم يحزم أمره الشعب العراقي بقول لا لهذا الوضع. يعني الآن مر ليس سنة وسنتين، مر 18 سنة على هذا الوضع، والأمر يتغير من سيء إلى أسوأ، وربما بعد 5 سنوات أو 10 سنوات سيكون الوضع أسوأ بكثير ما لم يقف العراقي وقفة مع نفسه ويقول يجب إنهاء هذا الوضع. كيف ينهي؟ بوسائل عديدة، المبدعين العراقيين والمفكرين العراقيين لا تعجزهم عن إيجاد الوسائل لإزاحة هذا الاحتلال وإزاحة هذه الطغمة يعني الفاسدة. أن المعوق الرئيس لأي إصلاح لمنظومة الطاقة الكهربائية هي سلطة الأحزاب. أنا أقول لك كل ما تجد من فساد في هذا البلد وكل ما تجد من خراب لمصالح المواطن العراقي، للتفريط في هذا الوطن بحدوده بمياهه بأرضه بنفطه، كلها متعلقة بعقدة النظام السياسي. أنا لا أستطيع أن أصلح الكهرباء وهناك نظام سياسي فاسد يؤمن بأن مصلحة إيران هي أفضل من مصلحة العراق. اللافت أن الكثير من مواقع التواصل تتناقل صورا عن أحدهم وهو ليس عنده شهادة الابتدائية، ولكنه أصبح الآن متحدث وناطق باسم وزارة الكهرباء. يعني كثير نعم، تجد رجال الدين يتكلمون في نظريات طيب توليد الكهرباء. وتجد تحول بالسؤال الأستاذ نظير، شيء غريب يعني، شيء فعلا غريب. الأستاذ سحبان، أستاذ سحبان، من وجهة نظرك وأنتم من الكفاءات العراقية ذات القيمة التي كان لها يعني دور كبير في البناء في العراق خلال مرحلة التسعينيات، ونحن نتحدث كعراقيين ولنا تاريخ طبعا، ما هو الحل أو الحلول الناجعة، الحلول من الناحية الهندسية المهنية التي ممكن أن تنقذ الشعب العراقي في هذا الصيف اللاهب وحتى الأطفال الرضع يتم وضعهم في الثلاجات؟ أنا بالحقيقة قبل فترة قبل الصيف بـ3 أشهر
تقريبا. فضمنت مقالة نشرتها على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، توقعت ماذا سيحدث في الصيف القادم، وكان عنوان المقالة صيف دون كهرباء، انتباه. الحالة، حالة المنظومة الكهربائية العراقية الآن ليست عصية عن حلول. أما تقول لي هات بحلولك لمعالجة الأزمة في هذا الصيف الحالي، لا تجد حلول الآن إلا حلول يمكن هي تخفف من وطأة الحالة، منها الآن على مستوى المدن العراقية إعادة توزيع سريع للمولدات الصغيرة العاملة على وظيفة التشغيل والنصب السريع، توزع لتغذية مرافق الحياة المهمة، وهذا يتطلب غرفة عمليات تسيطر على نشر مثل هذه المولدات، لأنه الآن ظهرت حالة وحالة مربكة جدا هي أعمال التخريب لأبراج نقل الطاقة الكهربائية المغذية لبعض المناطق النائية أو حتى المناطق القريبة من محطات الإنتاج. فعندما تفقد أي مدينة التغذية الكهربائية من خطوط الناقلة بجهد 132 سوف تتعطل كافة مرافق الحياة ومن الحيوية، وأقصد المستشفيات، نفخات المياه، المطاحن، وكل المرافق التي تخص الحياة اليومية للمواطن. إذن هناك يجب أن يكون هناك عملية نشر سريع المولدات وعملية صيانة وإدامة سريعة للمولدات الموجودة حاليا وتأمين الوقود الكافي لتشغيلها لتحاشي تبعات انهيار ونزف الأبراج. شكرا لك أستاذ سحبان فيصل المحجوب. في أقل من دقيقة أستاذ نظير، يعني كيف تعلق، هل يعني هناك أمل لعودة العراق كما كان؟ يعني أنا أعيد الحديث مرة ثانية، سواء حول القطاع الكهربائي أو القطاع الصحي أو كل الخدمات التي يسيء استخدامها وتقديمها إلى المواطن، هي جميعها مرتبطة بالنظام السياسي الحالي في العراق، فهو نظام أشبه بما يكون بحكومة فيشي في فرنسا عندما كانت حكومة فرنسية لكنها تعمل للاحتلال الألماني. فهنا لدينا نظام سياسي يعمل لمصلحة النظام الإيراني، وبالتالي لا نطمح بأن يكون هناك تحسن لأي خدمة من الخدمات للمواطن العراقي إذا لم يتم إزالة هذا النظام السياسي واستبداله بنظام وطني نابع من الشعب العراقي يراعي مصالحه ويعمل على خدمة مواطنه. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك ونشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء الأستاذ سحبان فيصل محجوب، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.